في طريقة جديدة للأيلاينر أنا عم بعملها حالي، في طريقة جديدة للكونتور اللي هي غير اللي نحنا بنحطها. هاي حبايبي، كيفكم؟ تجهزوا معي، عندي بعد شوي تصوير فيديو لليوتيوب، فحابة أحط ميك اب يكون مو غريب، يعني ميك اب يومي اللي بعمله دايما، اللي هو هيك ألوان بنية، مو ألوان هيك جريئة أو مدري إيش. So let's go. عندي تصوير يوتيوب، رح اطلع لبرا كمان. اليوم رح اشتري، رح احاول اطلع على الايكيا، او اسمها ايكيا، نحن بنقول بالسويدي ايكيا. رح اروح على الايكيا لحتى احاول الاقي ميك اب، طاولة للميك اب، وكمان طاولة ل مو طاولة اللي هيك بيصير فيه جرالات، حتى كمان احط فيه الميك اب. So yes، هذا اللي راح يصير اليوم، عملية البحث عن طاولة ميك اب. وعم فكر كمان انه نفطر بالايكيا كمان، ايكيا مو ايكيا، ايكيا. فيس يلا let's get ready with me. اوكي، جيب السبونج. راح احط بس كونسيلر اليوم، مو عاجبني احط فانديشن، ما بعرف ليش، لانه وشي حاليا لما عم بحط له فانديشن عم يطلع مو حلو. حاليا عم بمر بمرحلة عم يتقشر من لاني عم استخدم شيء مقشر اللي هو هاد The Ordinary، فعم يتقشر، فلما عم يتقشر يتقشر اماكن واماكن لا، فلما بحط فانديشن بيطلع مو متساوي، فراح احط بس كونسيلر. الاقي الكونسيلر، اوكي لقينا الكونسيلر. هلا خلينا نعمل نحطه على اغلب الاماكن، يعني او شكله هذا رح يخلص، يخلص بسرعة هذا الكونسيلر. يعني متذكر انا ما صار لي شهرين مما اشتريته، توسخ حجابي، بس عادي انا لابسة اليوم حجاب ما بلبسه عادة، انه حتى اذا توسخ او شيء عادي بيكون. هذا الكونسيلر بيخلص بسرعة ما بعرف ليش، يعني في كونسيلر بيخلص بشهرين؟ انا بعرف الميك اب برودكتس بتطول 4-5-6 شهور، بس ما بعرف هذا الكونسيلر والفونديشن برودكتس ماك بيخلص بسرعة. ما بعرف، بس انا بحب شكلي مع الكونسيلر بس اكتر من لما احط فونديشن. يعني هلا مثلا انا حابه بشرتي اكتر، شكل بشرتي اكتر مع الكونسيلر بس من دون الفونديشن. لا تسألوني لماذا، ما بعرف ليش الفورمولا الهي تبع الكونسيلر احسن، فبوزعه على كل، بس بركز على اماكن معينة مثل تحت العين وهي الاماكن. بتعتقدوا انه لون الحجاب الاسود من دون ما تجاملوني؟ اوكي انا بعرف انتو يعني بتحبوا تجاملوا مرات وهيك، بس بدي اسأل، الحجاب الاسود بيلبقني ولا لا؟ انا بحس لا، واللون الوحيد اللي ما حبيته بالحجاب هو اللون الاسود. ليش؟ ما بعرف. فقالوا لي انتو شايفين انه هو مش لابق لي، والوان تاني لابقت لي اكتر، واذا في لون تاني بقى لي بتحسوه اي لون. بحس انا الاسود ما بيلبق لي. شوف حطيت كونسيلر تالت بامب، بس ما رح استخدمها كلها لاني ما فيني احط نص بامب من ماك، لازم يعطيني من بامب كامل، مشان هيك بيخلص بسرعة. بس كونسيلر هلا راح تثبت تحت العين لحتى ما يخطط، وبعدين بس تحت العين، وبعدين بعمل الكونتور الكريمي وكمان البلاشر الكريم. سو راح ثبت بلاورا مارسير اللوس باودر تبعهم، كتير بحبه خفيف هيك كل يوم، وبس تحت العين. شايفين ما بنزل لتحت ابدا، انه بس مشان ما يخطط، شكله مش حلو اذا حطيت.
بحط هون كمان لاني هون عادة بيخطط معي كمان فوق، بثبت فوق كمان. اوكي هيك بكون ثبتت الكونسيلر تحت العين. هلأ خلينا نحط لا هذا كونتور شي جلام. اكيد في طريقة جديدة للكونتور اللي هي تحطوا الكونتور بطريقة تانية غير اللي نحنا بنحطها. هنحاول اشيل الشال لحتى تشوفوا. من فوق شوفوا هيك وهيك وهيك، شايفين؟ هلا بعمل له بلندينج بس الاقي الفرشه اول. الحمد لله اليوم ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله اليوم الاقي طاوله ميك اب، يعني عن جد لانه عم بعاني، انا عم بعاني حاليا بهذا المنظر، شايفين كثير. لقيتها سو بعمل بلندينج لفوق. بلند لفوق، هاي الحركة بتعطي رفعة مو طبيعية للوش، يعني أحسن ما تحطوه هون. شايفين؟ شوفوا هاي السايد وهي كيف نازل، رافع مرفوع نازل. فيكم صراحة تعملوا الطريقتين إذا أنتم بتحبوا، يعني ما في طريقة صح، فجربوا. يعني مرات أنا بصراحة بنوع، مرات بعمل هيك مرات بعمل هيك حسب أنا شو حابة بهذا اليوم مثلا. فإذا حابين ميك اب تعملوه هيك كاتي إنه شكلكم مثل القطة، اي لاينر هيك، اعملوا الكونتور هيك. اذا حابين تكونوا كيوت تطلعوا كيوت حطوا الكونتور، فحسب انتو اللوك اللي بدكم اياه. نفس الشي البلاشر بحطه على نفس الاماكن، بحاول ادمجه مع البرونزر او الكونتور. شايفين؟ كتير حلو. هلا هعمل نفس الشي بهذا الخد. شوفوا هاد الكونتور غامق بحسه، انا بحب الكونتور يكون فاتح، يعني مو كتير هيك يبين شارب، لا بحبه يعني مدموج مع لون بشرتي، ما يكون في فرق كبير بين لون بشرتي وبين لون الكونتور، لانه يعني انا بدي شي سوفت، ما بدي شي يكون هيك اوفر بهذا اللوك. سو بنحط الكونتور نفس المكانات، شايفين؟ وبعدين بدمج، وانا عم بدمج بطلع لفوق. هاي كمان السايد كيف انرفعت، بعدين بنحط البلاشر الكريمي. تقريبا نفس اماكن البرونزر. وبحاول اقرب شوي على العين، يعني ما كتير حتى ما يكون هيك تحت العين مكان وهون طبقة تانية وهيك، حاول أدمج كل شي مع بعض، يعني أقرب على العين هيك على كل الأماكن. أوكي شايفين كيف إن رفع وشي من دون أي شي، من دون ما أعمل أي شي. هلأ بلش بالعين. اوه لقيت الفرشة من دون معاناة، واو
اوكي رح بلش بلون فاتح. هي باليتي اللي انا بحبه، شوفوا من كتر ما بستخدمه كيف هيك متوسخ. اوكي ببلش من برا، اغلب الايام بعمله يعني هيك لما بدي اخلص بسرعة، بس حابة بصراحة اعمل ايلاينر كمان اليوم. ايلاينر يعني رح نطول شوي، انا عادة بعمله من دون ايلاينر. بس اليوم رح مو رح صور، فبدي شي هيك شوي يعني حامل لوك ترابي مع شوية ايلاينر لانه في تصوير. هيك اوكي خلصنا من اول لون، رح نروح على اللون الاغمق. اسهل ميك اب وعد الاغمق اللي هو هيك. اوكي خلصنا من اول لون، رح نروح على اللون الاغمق. اسهل ميك اب وعد الاغمق اللي هو هاد، وبس بروح تقريبا نفس الاماكن. رح خصص هذا الشال للميك اب، خلص قررت. سو يعني اذا شفتوا الشال متوسخ عليه فونديشن او شيء، عرفوا انه مو هذه رح البسه مشان ما تنتقدوني، يعني هيك عم بقلكم من هلا انه رح خصص واحد للميك اب يكون كله ميك اب. حاسه هي اغمق من هي وما بيشبه بعض. بليز ما عندي وقت والله لهالاشياء حاليا. لا رح اعمل ايلاينر كمان، حاول نسويهم مع بعض. بليز شوفوا كيف تساووا. اوكي هلا صاروا مثل بعض. هلا رح نحط اللون الاغمق اكثر شيء، هاي اخر. هذا اللون ما بطلع كثير فيه لفوق نفس الاماكن، بس هيك شوي. هيك بس هون حابة احط هيك هايلايتر او لمعة هون بالنص، بس لحتى ما يضلوا هيك فاضي ما حلو. اوكي هيك بكون خلصت الاي شادو، راح ادور على الهايلايتر وبرجع لكم لاني لازم اغوص بالميك اب تبعي حتى الاقي الهايلايتر اللي بدي اياه. اوكي لقيت الهايلايتر اللي هو فينتي بيوتي، هاد فيه شوي جولدن، شايفين هاد بحسه مناسب للميك اب لوك اللي حاطته. شايفين فيه هيك لمعة حلوة، مو اوفر يعني، هيك لمعة لمعة حفلات يعني، لمعة هايلايتر بس على العين، انه بتكون خفيفة شوي على العين لانه. هيك بكون خلصت العين، طلع عندي الماسكارا. لا هلا رح اعمل ايلاينر اول، انا بحب احط ايلاينر اول لحتى ما تزعجني الرموش والماسكارا وهيك. لقيته، واو من دون معاناة. اوكي في طريقة جديدة للايلاينر انا عم بعملها حاليا، بلش شوي شوي عم بعمله هيك صغير، بعدين بكبر لحد الحجم اللي انا بدي اياه، فما بعمله كبير يعني من على طول. فاول شي بعمل خط هيك كتير صغير هيك، انا بعمله اكبر اطول من هيك يعني شوي. انطولوا لحظة. وبعدين بطلع ستريت لقدام وبعمل خط تاني، شايفين؟ هاي عنا هلا شي نشتغل عليه، وبضل اكبر فيه لحد ما اوصل للنتيجة اللي بدي اياها.
هيك صار شكله. فهلأ ما بدي أكبره، بس هيك شوي رح أعمل تعديلات عليه، أطوله شوي، أسمكه شوي. هيك طولته، بعدين برجع سمك. فهمتوا قصدي؟ هيك بكون خلصت. شوفوا ما ببين هلا لانه لازم احط مسكارا وهيك. هلا بحاول كمان نفس الشيء العين الثانية، انه ابلش شوي شوي ونفس الشيء. يعني بكون خلصت الايلاينر. ما عندي بصراحة الايلاش كيرلر، هاي اللي بتطوير رموش، ما بعرف وين راحت، دورت عليها صار لي يومين ما عم بلاقيها، فلازم اشتري واحدة جديدة. وانا ما بحب احط مسكارا قبل ما اعمل الخطوة، يعني دايما بعمل بالايلاش كيرلر بس ضيعتها صراحة. كنت كتير بحبها، انا عندي بس وحدة يعني من ماركة شيسيدو، كتير حلوة. هي شوي غالية بالنسبة لطواية الرموش، بس يعني حلوة. بحاول اوقف الرموش على قد ما بقدر من دون هاي ال من دون الايلاش كيرلر. شوفوا كيف هيك الرموش العين صارت مع الايلاينر بعد ما بلشت احط مسكارا. لسه ما خلصت طبعا، بس هلا بلشت. بس شوفوا كيف بيطلع شكل الايلاينر بعد المسكارا. بس من دون ماسكارا كتير شكلي، شوفوا هيك بيكون شكله، بس مع الماسكارا كتير حلو بيطلع. كي رح احط النوع الثاني تبع ريميل بعد ما وقفتهم بهي ماسكارا سكاي هاي. لازم كمان اشتري واحدة من هاي، رح يمكن رح اروح على سيفورا اليوم كمان، انه ناقصني اشتري ايلاش كيرلر، اشتري ماسكارا سكاي هاي اذا لقيت، ناقصني اشتري كمان كونسيلر. في كونسيلر حاطته ببالي بدي اشتري. هي خلصت الماسكارا بهي العين وهي العين، شوف الفرق. هي هيك اوه، اما هي لا نعسانة نايمة. هلا انا بحب رموش هي اكثر من هي، ما بعرف بحسهم اكثف احلى، ما بعرف، بحب كمان الحواجب هي اكثر من هي. يعني هي الجهة بحبها اكثر من هي الجهة، ما بعرف ليش. العين لانه مش متساويين، يعني هي احلى شكل، الحواجب احلى شكل، الرموش احلى، ما بعرف. اوكي قربنا نخلص الماسكارا. بحس ما شاء الله رموشي طولانة، يمكن لاني ما عم بحط كتير مكياج برمضان ومو كتير ماسكارا. يعني ما عم بستخدم ماسكارا مثلا لانه قللت ميك اب، فالرموش يمكن هيك اخذوا راحتهم طوله. اوكي هيك خلصت العين، ضل بس احط شوية اي شادو تحت العين. هلا راح احاول الاقي استخدم هدول الاي شادو تحت العين، احاول الاقي استخدم هدول الاي شادو تحت العين.
اوكي دخلت الفرشة بعيني. هيك بكون خلصت العين. هلأ راح شو؟ راح احط ايبرو جيل. ثبت حواجب شوي بس ما مشطن. بصراحة ما بعرف شو بدي البس يعني. حواجبي بدهم ترتيب، ما بعرف بحس هيك في شعر بأماكن ما لازم يكون في شعر وهيك. بضل ساعة أمشط فيهم لحتى يكونوا مثل ما بدي. المفروض هيك أكون خلصت العين. هلأ ضل الكونتور، كنتر الأنف، بس لازم أثبته بالباودر. أنا نسيت أني ما ثبتت الأنف بالباودر، الأماكن الثانية شوية باودر وبعدين طبطب على الإيد وبثبت أنفي والجبهة، كمان الباقي بعمله هيك على كل الوش وبس، عشان وشي إنه يكون مات شوي بس مو مات يعني، ما راح أحط له كتير. أعمل كونتور للنوز، حسيت انه كترت باودر ما بعرف، بس انا بعرف انه وشي بيزيد بعد شوي ف اوكي هلا بيختفي بعد شوي هذا الباودر. بعدين بعمل هي وهيك بكون خلصت كونتور الأنف. رح أعمل هيك بس حتى أحدد. هلا راح نحط بلاشر. واو عم بلاقي الاشياء اليوم. راح احط هذا من بنفيت، شوفوا لونه بيجنن كتير حلو لونه، يعني ما بعرف كيف بدي اشرح اللون، بني على بينك على اورنج، يعني كلهم مدموجين ببعض. فرجيكم لونه الرائع. كيوت، شايفين اللون كتير حلو. صغيرة انا مدمنة شوي وبس. هيك بكون خلصت الكونتور البلاشر. عم دور على هايلايتر رير بيوتي اكيد. كده على الأنف حبيت الريزولت. إذا في شيت من هاد التانيين رح اشتريهم كمان. حط ليب لاينر، صراحة كمان حابة اشتري ليب لاينر من كيكو لأن كيكو الليب لاينرز كتير حلوين. هذا البلاينر شوي على بينك، هلا
كمان بحطه على كل الشفايف. كيكو اكيد عرفتوا هاد 103 يمكن ايه المشهور هيك رقم صح. Yes, 103. الناي شاف وبعدين بحط الجلوس وبس هيك بكون خلصت الميك اب. حطه هلا ان شاء الله لاقي طلبي بالايكيا. عن جد لاني مالي مزاج ادور بكذا محل ابدا. هيك بكون خلصت الميك اب لوك. قالوا لي شو رايكم؟ صراحه انا حبيت كتير.